على طريقة حدث بالفعل، مغنية تخطف ابنها لمنعه من الزواج، على طريقة غادة عبد الرازق في مسلسلها الجديد حدث بالفعل، وخطفها لخطيبة ابنه قبل فرحهم ب 24 ساعة علشان الفرح ما يتمش. طبعا كلنا شفنا مسلسل حدث بالفعل، واللي ظهرت فيه غادة عبد الرازق بتبين انها مريضة بفكرة التملك وحب تملك ابنها، وانه ما يبعدش عنها خالص، وجو ان ابن امه بس على افوارة وكده. لما حست غادة ان ابنها بدأ ينجذب لفتاة ويعجب بيها ويتشد ليها، وخلاص الاثنين هياخدوا خطوات رسمية مع بعض، منها الخطوبة وبعد كده فترة الجواز، غادة لقت نفسها انها قدام ورطة كبيرة قوي، وكانت مخيرة في الوقت ده ما بين حاجتين، اما انها تختار سعادة ابنها مع البنت اللي اختارها وحبها، او تختار سعادتها على حساب سعادة ابنها وتحاول باي طريقة انه يفضل جنبها وفي حضنها. غادة في المسلسل فكرت بكل جحود وانانية وتصرف ما يطلعش من ام سوية، سابته يرسم ويحلم بحياته الجديدة هو وخطيبته، وفجأة قبل الفرح ب 24 ساعة تخطف العروسة في مكان بعيد محدش يقدر يوصلها فيه، وتاخد منها تليفونها علشان ما تقدرش تكلم حد، وتربطها في السرير علشان ما تعرفش حتى تتحرك وتخرج. وكانت واقفة بتتفرج وهي شايفة ابنها بيتعذب قدام عينيها، وهو مش لاقي حبيبته، وفرحته اتسرقت منه من غير ما يتهز منها شعرة واحدة. في آخر الحكاية قتلت العروسة علشان ما يبقاش ليها أي أثر، ولا يبقى في جواز ولا غيره، ويفضل ابنها في حضنها ما يبعدش عنها. المغنية الأمريكية شير شكلها شافت المسلسل وعجبتها الفكرة هي كمان، وقالت لنفسها إن ابنها اللي بتحبه إزاي يسيبها ويتجوز ويبعد عنها، فحاولت إنها تمنعه من الجواز بطرق كتيرة جدا، ولما فشلت في الموضوع ده قررت إنها تخطفه هو، مش تخطف العروسة اللي ملهاش ذنب إن ابنها حبها. بس في حكاية غادة عبد الرازق هي ما اتحاسبتش، ومحدش عارف إنها هي اللي وراء قتل العروسة. أما في حكاية المغنية الأمريكية شير اتعرف إنها السبب في اللي حصل لابنها، وتوجه ليها تهمة الخطف والاستعانة بأربع رجالة علشان ينفذوا ليها خطتها. واللي بلغ عن شير هي شابة ماري أنجيلا كينج حبيبة ابنها، وقالت ماري في تحقيقات القضية إنها قضت 12 يوم بس مع ابن شير، وتفاجئت في يوم إن في أربع رجالة دخلوا عليهم أوضتهم في فندق في نيويورك. واحد منهم هو بيخطف ابن شير قال له إن والدته هي اللي أمرتهم إنهم يعملوا كده، وأخدوه معاهم بالقوة. ده طبعا بعد ما فشلت شير في إنها تكرهه في ماري، لما كانت بتبعت ليها رسائل بتقول لها إن ابنها مريض نفسي وبيتعالج في مستشفى الأمراض العقلية، وطلبت منها كتير إنها تبعد عنه، لكن ماري كانت رافضة كل اللي بتعمله شير، لحد ما خطفت حبيبها اللي ما تعرفش عنه حاجة لحد النهاردة.